كيفاش نجاوب على طلب العمل او ستاج ونصيب ليهم حتى انا ان سي في وان ليتر دو موتيفاسيون مناسبه لهذيك الحاجه بالضبط، ونكون حتى انا مترشح قوي. هذا الفيديو غادي يساعدك سواء كانوا عندك هذوك المهارات اللي طالبين ولا ما عندكش، وفي حاله ما كانوش فغادي نوريك كيفاش تخدم عليهم، وغادي تكون فرصه ليك باش تعرف شنو الادوات اللي خاصهم يتوفروا عندك واللي غادي تحتاجهم غدا باش تخدم ان شاء الله. اول حاجه ملي كنشوف واحد الاعلان اوفر دومبلوا ولا اوفر دو ستاج في العنوان الكبير كتلقى البوست اللي طالبين، والحاجه الاولى اللي نقدر ننصحك بها هي تعرف المهن اللي كاينين في الشعبه ديالك. في المدارس كتخرج انجينيور دونك ديجا مهندس راه مهنه، اما في لافاك ماستر اللي كيعادل انجينيور راه ماشي مهنه، شهاده. وفي حال دو غوليسونس هادو حتى هما شواهد، ولكن تكنيسيان ولا تكنيسيان سبيسياليزي فهادو شواهد دي ديبلوم ومهن في نفس الوقت. يعني الناس اللي كيقراو في لافاك خاصك تعرف المستوى الدراسي اللي باغي توصل ليه، مثلا تولي عندي اون ليسونس ولا ماستر شنو المهن اللي نقدر نزاول بهم. مثلا انا شيميست عندي ان ماستر باك بلس 5 فنقدر نزاول المهن ديال باك بلس 2 باك بلس 3 حتى الباك بلس 5 واللي هما كالتالي تكون اوبيراتور ايد شيميست لابورانتان تكنيسيان فورمولاتور ingénieur, chef de projet, responsable de laboratoire, ou la responsable de fabrication, ou la responsable d'hygiène, sécurité, environnement, ou la directeur technique, من بعد ما كتولي عندك بزاف ديال التجارب وواحد الخبره كبيره في الميدان ديالك. فملي كتعرف المهن اللي كاينين في داك الشيء اللي كتقرا كتولي تعرف تقلب بعدا في الانترنت وكتعرف تعطيه كلمات المفاتيح لي مون كلي. اكزومبل غادي نكتب فورمولاتور بانتور قدامها اوفر دومبلوا، ملي غادي يطلع ليا لوفر غادي ندخل ليه وغادي نلقى داكشي اللي طالبين لي ميسيون ولي طاش اللي غادي دير في الخدمه ديالك. هادوك هما الحوايج اللي باغيين يتوفروا فيك باش تخدم معاهم. يعني انت الا قدر الله وعيطوا ليك فغادي تبقى تنجز هادوك لي ميسيون اللي طالبين ليك في لا ديسكريبسيون في الوصف ديال لوفر دومبلوا اللي شفتي في الاعلان، وغادي تزيد معاهم شي خدمه اخرى الا خدمتي في المغرب، دونك خاصك دير داكشي اللي قالوا لك. انا ملي كنشوف هاد لي ميسيون اللي طالبين وكنلقاهم عندي يعني كنتوفر عليهم فغادي نشدهم ونكوبيهم ونحطهم في لا روبريك ديال لي كومبيتونس تكنيك في السي في ديالي، وفي العنوان الكبير ديال السي في اللي تيكون ما بين لي كوردوني والتصويره ديالك فغادي نحط تما لانتيتولي البوست اللي طالبين واللي حاطين هما نيت في لوفر دومبلوا اللي شفتي في الاعلان، مثلا فورميلاتور بانتور. وفي حاله ما كانوش عندك شنو غادي دير؟ فهنا وليتي عارف شنو تابعك وشنو المهارات اللي خاصهم يتوفروا عندك باش حتى انت تبقى ترشح لفحال هاد لي بوست، وغادي تمشي تقلب عليهم سواء دير دي فورماسيون الا كانوا فيهم ولا دي ستاج. وحتى الا سهل لك الله ولقيتي شي ستاج ما كتكونش غير داخل ليه وصافي باش في الاخر نجي ونحط لهم في السي في بلي راني ندوز ستاج هنا، لا، وانما كتدخل ليه وكتبقى تقلب على هادوك لي طاش اللي شفتي في لي زوفر دومبل ولا كيتلونساو كيفاش ندير نفاليديهم، كيفاش حتى انا باش يوليو عندي هاد لي ميسيون ونولي نعرف حتى انا نديرهم ويوليو عندي في الاخر كوم دي رياليزاسيون، دونك تكون عارف راسك شنو كدير وشنو باغي من هاد ستاج. وفي الاخر اللي كتشوف بيان سور راه ديما تيكونوا طالبين لك هادوك ثلاثه اللي شفنا قبل واللي هما لي كومبيتونس تكنيك شنو كتعرف في الدومين ديالك لي زوتي لي رياليزاسيون اللي عندك لي كومبيتونس لانغويستيك اللغه الفرنسيه وحتى الانجليزيه اللي قدرتي تزيدها والكومبورتومون كيفاش كتعامل عندك القدره على التاقلم كتصبر اي بوست حطوك فيه غادي تخدم فيه. دونك هادوك اللي طالبين لك هما اللي خصك تحطهم في السي في ديالك ولا تخدم موتيفاسيون، عاد شي حاجه اخرى الا بغيتي تزيدها فكتبقى قيمه مضافه. اما هما طالبين لك واحد الحاجه وانت حطيتي لهم سي في اون جينيرال ولا تخدم موتيفاسيون اون جينيرال فهنا كتنقص من الحظوظ ديالك. هنا خصك تسيب لي هذيك الحاجه اللي باغي وتمشي تقلب عليها وهي اللي نحط لهم. دونك الا كنتي مازال كتقرا وباقي في السنوات الاولى ديالك فحتى انت خصك تبقى تشوف هاد لي زوفر دومبلوا اللي كاينين في الدومين ديالك مهمين بزاف واخا باقي بعيد عليك داكشي. انا تنقول لك هادشي الا بغيتي تكون متميز ومختلف على الاخرين وتعرف راسك شنو كدير مالك وما عليك وشنو مازال كيتسناك باش نهار ان شاء الله كتجي الفرصه ما كتعطلهاش. علاش؟ حيت غادي تكون ديجا واجد، اللغه ديالك كتخدم عليها من دابا، شخصيتك حتى هي من دابا، والمهارات التقنيه تقلب عليهم في لي تي بي وفي الصيف. وغادي نوريكم في الحلقه الجايه كيفاش تقلب على هاد المهارات التقنيه عن طريق لينكدين وكيفاش دير الريزو ديالك وتعرف حتى انت مع الناس باش تبدا تبني في الكارير ديالك المسار المهني من دابا.